حبيبنا اسلم اسلم. بيني وبين هالناس قلما ندر اني ادخل في خصوصا بعض الابيات الاجتماعيه شوي. يا سلام. الا في موقف معين طرالي البر مثلا هنا، هذه تعد من البر. اي احنا نعيش مود البر فعليا بهالجلسه هذه. يا سلام. هي البويتات اصلا كتبت في البر، يقول خذ مبدا الدنيا ولا ظنت تخيب، والله ثمن كلامي وابتعد عن ميانة، ان كنت صادق لف قولك بتكذيب، وان كنت صاين خونوك الامانه. والطيب اللي عاش راعي تراحيب لا عاد ينجد، هز من مو زمانه، علم وجودك لا يدور مواجيب، اللي وفى بهالوقت الوقت خانه، ولا الحبيب اللي عليها ولا الحبيب اللي عليها المعاتيب كشر علينا وقلبنا استهانه، ولا عاد ينجدني قريب واصاحي، وضعي انا ما عود اليوم جانا، ما عاد ادور بالبشر ذره الطيب كل يجمل في حياتي مكانه. يا سلام. سلامتك. صح الله بدنك. هذا عدم كلامك الاول يا ابو عبير، في البدايه تقول كل الناس طيبين وما ادري ايش.